طيب، من العناصر اللي كان إضافات مهمة جدا للفريق في الانتقالات الشتوية مروان عطية وخالد عبد الفتاح. الاثنين الحقيقة عملوا بصمة مؤثرة جدا، وبسرعة دخلوا في الفريق وبسرعة انسجموا وبسرعة ظهرت نتيجتهم. نشوف مروان عطية. مروان حاسه ان هو موجود في النادي الاهلي بقى له فتره طويله، اعتقد كلها امور سهلت عليك بداياتك مع النادي الاهلي. اكيد طبعا، لا اكيد طبعا، من اول يوم دخلت في النادي وانا مش حاسس ان انا غريب. اللعيبه بتدخلك الاجواء بسرعه، اللعيبه كلها بتحب بعض، في لعيبه انا اعرفها في كانت معايا في المنتخب، فالدنيا مش غريبه يعني ولا بعيده، فالحمد لله يعني الواحد اتاقلم بسرعه الحمد لله، بره الملعب وجوه الملعب الحمد لله يعني. هو الملعب والناس شافته، بره الملعب بقى مروان يعني حب زمايلك وحبنا لبعض يعني، ودي اهم حاجه في الكوره ان اللعيبه تبقى بتحب بعض يعني. اعتقد دي سمه مهمه جدا داخل النادي الاهلي واوضه اللبس ودور كباتن النادي الاهلي، ومروان هو شخصيه مروان تتوافق مع النادي الاهلي. والله الحمد لله، فضل ونعمه من عند ربنا، الواحد بيشتغل وبيعمل اللي عليه، والحمد لله يعني الناس بتتكلم كويس، فالحمد لله يعني الواحد مبسوط، وان شاء الله يقدر يسعدهم كمان وكمان باذن الله. منافسه قويه جدا في خط وسط النادي الاهلي، مروان مع كابتن عمرو السوليه، كابتن حمدي فتحي، اليو ديانج، القندوسي، ايضا احمد نبيل كوك. اعتقد منافسه كلها بتبقى لخدمه النادي الاهلي. لا اكيد طبعا، منافسه بتبقى منافسه شريفه يعني، احنا كلنا اخوات وكلنا بنحب بعض وكلنا عايزين نساعد بعض ونفيد النادي يعني، والاهم حاجه اللي يلعب ربنا يكرمه ويوفقه، وان شاء الله اهم حاجه مصلحه النادي ان شاء الله. مباراه سان داونز شايفها ازاي؟ وانت اكيد انت واحد من جمهور النادي الاهلي، لامس نبض الجماهير وعارف قيمه البطوله الافريقيه بالنسبه للنادي الاهلي وجماهيره، وايضا قيمه مباراه سان داونز. اكيد طبعا، ماتش سان داونز ماتش مهم جدا وماتش لا بديل عن الفوز يعني، حتى لو ما كسبتش ما ينفعش تخسر، لازم اقل حاجه تتعادل، بس الاهلي فريق كبير وان شاء الله يعني احنا مركزين من اول ما ركبنا الطياره ورايحين جنوب افريقيا، مركزين ان شاء الله اللي احنا ناخد الثلاثه بونت باذن الله، ونفكر ماتش بماتش يعني نعدي ماتش سان داونز وبعد كده نفكر في ماتش الكوتن باذن الله. لو عايز تقول كلمه من القلب اخيره لجماهير النادي الاهلي تحب تقول لهم ايه؟ اقول لهم بشكركم جدا على ثقتكم فيا وعلى كلامكم الحلو، وان شاء الله الواحد يعتبر لسه في مزيد باذن الله، وان شاء الله الواحد ربنا يكرمه الفتره الجايه ويكرمنا ان شاء الله كلنا باذن الله. بشكركم جدا على ثقتكم فيا وكلامكم الحلو عني. ده مروان وهو بيلخص حاله احتضان لعيبه الاهلي ليه، وهي دي الحالة اللي بتنجح بسرعة أي لعيب يجي النادي الأهلي ويكون عنده الرغبة في إنه ينجح، ويكون عنده الرغبة إنه يعمل حضور قوي مع الفريق، ويكون عنده رغبة إنه يبقى عنصر مهم داخل الفريق. روحه وشخصيته وانسجامه وتركيزه هو ده اللي هيكفله إن شاء الله إنه ينسجم مع النظام ويمشي في ترس من التروس المهمة في آلة النادي الأهلي.